السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن رساله الوزراء للرئيس هادي المطالبه بوقف اجراءات رئيس الحكومه معين عبد الملك بحق عدد من الوزراء. طالب 12 وزيرا الرئيس هادي بوقف اجراءات رئيس الحكومه معين عبد الملك بحق عدد من الوزراء. واضاف الوزراء في رساله حصلت قناه بلقيس على نسخه منها إن إجراءات رئيس الوزراء ليس لها أساس دستوري، وأن الحكومة تعاني من عجز شبه تام. وكشفت الرسالة عن وجود خلاف بين رئيس الحكومة والوزراء، وهو ما أضعف الحكومة وهز ثقة المواطن فيها بحسب الرسالة، مشيرين إلى توقف الحكومة منذ أشهر عن الاجتماعات ولم تعد تشارك في إدارة العديد من الملفات. وكان رئيس الحكومة قد أصدر مذكرات تقضي بتوقيف عدد من أعضاء الحكومة، فيما قدم عدد منهم أو عدد من الوزراء استقالتهم احتجاجا على ذلك. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: مستقبل الحكومة في ظل الخلافات التي تعصف بها، وأثار هذا الخلاف على الوضع السياسي والميداني للحرب ضد الميليشيات. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. باطلة وعديمة الأثر، وصف لتصرفات رئيس الحكومة معين عبد الملك أتى من بعض الوزراء على خلفية قيامه بإجراءات توقيف ضد بعضهم، وهي الإجراءات التي جعلت 12 وزيرا يصيغون شكوى لرئيس الجمهورية ضد تصرفات رئيس الوزراء. الشكوى أكدت أن إجراءات التوقيف بحق بعض الوزراء ليس لها أساس دستوري، وأن رئيس الحكومة يتدخل في اختصاصات رئيس الجمهورية، وهو ما يزيد بحسب بيان الوزراء الموقعين من إضعاف وضع الحكومة ويؤسس لاتساع رقعة الانقسام فيها. تكشف الرسالة الموجهة للرئاسة عن وجود خلاف حاد بين رئيس الحكومة وبعض الوزراء أضحى علنيا هذه المرة، ورغم أن مسببات الخلاف كما هي رواية الوزراء المعارضين لأداء معين عبد الملك له علاقة بتقاعس الحكومة عن إدارة الكثير من الملفات المتعلقة بوضع الشرعية في المناطق المحررة وباتفاق الرياض، إلا أن مراقبين يرجعون سبب الخلاف إلى تبعية قرار رئيس الحكومة للسفير السعودي لدى اليمن وتماهيه مع الرغبات السعودية على حساب المصالح الوطنية. الانقسام الحكومي يزيد من حجم ضعف الشرعية التي تواجه مخاطر التوسع الميليشياوي المتمرد على الدولة في عدن والساحل الغربي، ويضعف من قدرة الجيش على مواجهة ميليشيا الحوثي في الجوف وحدود مأرب، وهو ما يستدعي من الرئيس هادي التدخل العاجل لفرض رؤية موحدة للحكومة لا تنحرف عن المرجعيات الوطنية المعلنة. إذا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من أدنبرا المحلل السياسي أحمد الدبعي. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور، تحياتي. أهلا بك سيد أحمد. نتحدث اليوم عن إجراءات رئيس الحكومة التي اتخذها بحق عدد من الوزراء، والرسالة التي بعثها عدد من الوزراء إلى الرئيس هادي. يعني بنظرك ما مدى شرعية ودستورية قرار رئيس الحكومة بوقف وزير النقل وإحالته للتحقيق والإجراءات الأخرى التي ترتبت ما بعد هذا القرار؟ بداية تحياتي للجميع. أعتقد أن هناك خلافات عميقة في الحكومة من قبل هذا الحدث حقيقة، يعني في انشقاقات، في خلافات كبيرة بين رئيس الوزراء معين عبد الملك ونائبه الميسري والجبواني وغيرهم. في غير تناسق كبير في الحكومة واضح للعيان منذ فترة طويلة. نعم. وأنا أحمل النتيجة لذلك الرئيس هادي حقيقة، ويتحمل النتيجة الأولى. نعم. حسب الدستور اليمني، على اطلاعي على الدستور اليمني، اعتقد انه قضيه ايقاف وقضيه استبعاد وزير من الحكومه تتم عن طريق رئاسه الجمهوريه وليس رئيس الوزراء. وللاسف الشديد انه نحن في امس الحاجه لتلاحم الحكومه في الوقت الحاضر والشرعيه، ولكن يبدو ان هناك خلاف حاد بين رئاسه الحكومه واعضاء مجلس الوزراء. ويبدو أن الأخ معين عبد الملك أخفق بشكل كبير في الملف السياسي في إيجاد فريق متجانس يقود المرحلة الحكومية الآن إلى بر الأمان. رأينا الرجل يعاني من قلة خبرة، يبدو على يبدو ذلك جليا. بدأ قوله من بداية مشواره السياسي أنه لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له بأمور كثيرة
بالامن وما الى ذلك، ووصلنا الى ما هو الان اليه. وللاسف الشديد انه الانقسامات تتعمق ولا يوجد تدخل حقيقي من الرئيس هادي لايقاف المهزله. نعم، اذا ابقى معي سيد احمد. ارحب هنا بضيفي ايضا من نيويورك المحلل السياسي ابراهيم القعطبي. سيد ابراهيم مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام. اهلا بك سيد ابراهيم، يعني كيف تنظر انت لما يحصل في على مستوى وزراء الحكومه الشرعيه و يعني الحكومه بشكل عام؟ يعني هناك توقيف لوزراء وهناك رد من وزراء برساله الى الرئيس هادي، كيف تنظر الى هذا الوضع؟ اولا الحكومه هي حكومه صوريه، يعني ليست حكومه على ارض الواقع، لا تمثل لا شعب، ليست لديها استراتيجيه وليست لديها سلطه امر واقع وليست لديها قرار تستطيع ان تقرر وتنفذ، اصبحت مجرد ورقه في المملكه العربيه السعوديه. هذا من الناحيه الكليه، اما من الناحيه الفرعيه عندما نتحدث على يعني رسائل الوزراء بما قام به رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، فانا باعتقادي الامور واضحه. معين عبد الملك منذ تعيينه منذ اللحظه الاولى هو كان مندوبا للسعوديه والامارات، يعني ينفذ اجنده مثله مثل بعض الشباب الجدد الذين تم تنقيتهم بشكل محكم من قبل هذا التحالف الاماراتي السعودي للتنفيذ اهداف واجنده ليست لها لا علاقه لا بالسعاده الشرعيه ولا بالتحرير ولا بتقويه مؤسسات الدوله، وانما لتنفيذ اجنده خارجيه ولصرف بعض المعاجات. انا في اعتقادي انه وزاره ورئيس وزراء وغيرها لا يستطيعون حتى تنفيذ القرار ولا يستطيعون حتى يعني تعيين مدير امر لعدن ولا محافظ ولا غيره، ولا يستطيعون لا تعيين ولا اقالات. السعوديه والقوات الاماراتيه تتحرك بكل اريحيه في مناطق الجنوب، في الجزر، في الموانئ. راينا اليوم محاوله اغتيال لمحافظ محافظه سقطرى بايادي القوات التي مولتها الامارات والسعوديه في الجزيره. فالامور اصبحت في اعتقادي انه الوزراء وغير الوزراء هؤلاء هناك نوعين، نوع يود ان يبني وطنه وان يستعيد ترعيته، وقد هؤلاء قد تحدثوا مثلا نعم. الجبواني و طيب ما مدى تاثير الصراع يعني ما مدى تاثير التحالف على الصراع الحاصل داخل الحكومه؟ يعني ما مدى تاثير هذا التحالف؟ التحالف يملك كل الاوراق، يعني هو لديه الاوراق الماليه، لديه القرار السيادي السياسي، لديه القوه على الارض سواء كانت قوات التابعه للتحالف او القوات الميليشيات التابعه للمجلس الانتقالي، الميليشيات خارج اراده الدوله وهي التي تمولها وتديرها الامارات والسعوديه. هذا هي النقطه التي باتت واضحه، فلذلك حتى الوزراء الذين يمانعون وجود السعوديه والامارات والتحكم بالقرار السيادي والسياسي للحكومه نعم. يصبحون محاربين من قبل حتى يعني اجنحه داخل هذه الشرعيه. هناك امر معقد جدا من هذه الناحيه، لكننا الان لا يجب ان نتحدث كثيرا عن الحكومه الشرعيه لانها اصبحت حقيقه الامر مختطفه من قبل التحالف السعودي الاماراتي، والان يجب التركيز على الاماراتيين والسعوديون هم من يديرون ما يحدث في نعم. في طيب اليمن. ابقى معي سيد ابراهيم. استهداف ميليشيات الحوثي لم يعدوا يستهدفوها، لم يعدوا يدافعوا على الشرعيه ولا حتى على القوات الموجوده في الجوف وفي مارب، اصبحوا هم من يطعن على الحكومه اليمنيه والشعب اليمني من الخلف سواء كان ذلك شمالا او جنوبا او في اي مكان نعم. من الاراضي اليمنيه. نعم، اذا ابقى معي سيد ابراهيم. اعود لضيفي احمد الدبعي. سيد احمد، يعني منذ ان تم ايقاف الجبواني الى ان استقال الجبواني ومن ثم استقالة عدد من الوزراء بعد الجبواني، ونلاحظ حتى الآن يعني لا يوجد أي تدخل لمؤسسة الرئاسة وللرئيس هادي في هذا الأمر، ولم يحدد موقف مما يحدث، كيف يفهم هذا الأمر؟ يفهم أن هناك فراغ قيادي بالحكومة اليمنية. الوضع أتفق إلى حد كبير مع الأخ القاطبي، نحن ضحية غياب قيادات الآن في المشهد اليمني. اليمن ليس لها قيادات حقيقية الآن. القرار مختطف من قبل السعودية والإمارات،
وهذا الاختطاف يتم على حساب مصلحة الشعب اليمني. لدينا رئيس ضعيف ليس لديه أي كاريزما ولا ليس لديه مقومات أن يكون قائد مرحلة في هذه الظروف، وتستغل السعودية ذلك استغلال فاحش، وللأسف الشديد كذلك الإمارات. الحكومة اليمنية سورية اتفق لحد كبير مع طرح الأخ القعطبي، لكن دعني أحملهم النتيجة أن أيضا مسؤولية هذا التدهور، حتى لا نعفيهم بقضية أنه فقط السعودية والإمارات هي من تتحمل نتائج ما يجري في اليمن. أنا أعود وأقول أن السبب الرئيسي هو الداخل اليمني الهش وضعاف النفوس في الصف الأول في الحكومة اليمنية في الرئاسة. ليس لديهم أي خيال سياسي، ليس لديهم أي مشروع حقيقي تحرر وطني، لا يقدرون حجم التحديات والمعاناة التي يعانيها الشعب اليمني. دبروا أمورهم هناك في الخارج في فنادق الرياض وغيرها، هم وأسرهم، و30 مليون يمني يعانون في الداخل من المجاعة ومن كل المشاكل التي لا يتصورها إنسان. هناك قلة شعور بالمسؤولية من القيادات، ويجب أن يشعروا بذلك، ويجب أن يضغط الشعب اليمني باتجاه إصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا المجال. لو استمرينا فقط في لوم السعودية والإمارات لن نخرج بأي قضية. معروف السعودية والإمارات دولتان لهم يعني في الإقليم لهم مصالح خاصة بهما، لكن أعود وأقول أن السبب الرئيسي في ذلك هو الصف الأول في القيادات في رئاسة الجمهورية في الحكومة، أن هؤلاء أغلبهم لا يعني باعوا شرفهم الوظيفي وباعوا كل ما يمكن أن نقوله هنا. وللأسف الشديد لم يتحملوا المسؤولية، ويجب أن يقال لهم بشكل واضح أنكم فاشلون، أنكم خونة مقصرين في حق الشعب اليمني وفي قضيته الوطنية الآن. نعم، إذن ابقى معي سيد أحمد. أعود للمحلل السياسي إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، يعني بالنسبة للرئيس هادي، هل يعني ما زال يعول على الرئيس هادي في حسم هذا الملف وهذا الخلاف الحاصل، أم أن يعني الرئيس هادي أيضا عديم الحيلة في هذا الأمر، وبالتالي الأمر يدار فقط من قبل التحالف؟ هادي ليس لديه أي قرار، يعني أنا اعتقادي أن الخوف يجب أن يكون من هادي أكثر من بقائه، يعني لأن نحن نتحدث على رئيس جمهورية في حالة حرب، قائد أعلى القوات المسلحة، لم نسمعه يتحدث ولا بخطاب واحد موجها لليمن، يعني ما عدا الخطابات التي يلقيها بشكل مسجل في مناسبة الأعياد، وهذا مفروض يكون فقط في الأيام العادية. نحن رئيس جمهورية وقائد أعلى القوات المسلحة لم يزور جبهة قتال، ولن يوجه أي رسائل للمقاتلين والمحاربين والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فلذلك هذا لا يصلح لا لمرحلة طبيعية ولا لمرحلة حرب. هذا من ناحية الرئيس. الرئيس الكل يعلم، من حوله ومن ليس حوله، أنه أصبح رئيساً فاسدا بكل المقاييس، يعني رجل لا يود أن تتوقف الحرب لأنها تموله بالأموال وأسرته بالأموال، وأصبحوا غارقين في الفساد وفي العبث، ولذلك لا يريدون حتى أي عملية سلام لأنها ستبعدهم عن المشهد السياسي والسلطة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عندما نتحدث أيضا عن نحمل القيادة كما ذكر الدكتور الدبعي، يعني أنا في اعتقادي أنه هذا الجزء ايضا من المشكله. نظام صالح ورث لنا مجموعه من غير المتعلمين وغير المختصين وغير المؤهلين، فقط مجموعه من المتنفذين الفسده، وايضا التحالف الاماراتي السعودي اعطانا ايضا حفنه من المرتزقه والخونه، فلذلك من يتصدرون المشهد اليوم هم يا اما رجال لا يريدون الحرب ان تنتهي، او يريدون اي صلح يمني لابقائهم في السلطه لكي يعني يتنفذوا وان يكون لهم مصالحهم الخاصه على مصالح بناء الدوله اليمنيه ومستقبل اليمني، من رئيس المجلس النواب الى رئيس الوزراء الى رئيس الجمهوريه، هؤلاء حفنه من الفاسدين، ليس لهم أي تخيل لبناء دولة، ليس لديهم اختصاصات في ما نحن نريده كمنيون، ما نتطلع إليه كشعب. لا نستطيع التعويل على مجربين ليس فقط لسنوات وإنما لعقود. هؤلاء هذه الطبقة يجب أن تنتهي. قيادة الأحزاب كما نعرف نصف في الخارج،
في دول مثل مصر والسعودية وغيرها لا يصرحون ولا يقومون بأي تعبية لا سياسية ولا شعبية، ولا يوجهون الداخل في كيف يتحرك، ولا يظهرون حتى لوسائل الإعلام. فلذلك لا يعول على هؤلاء، يعني مفروض أن يكونوا أكثر تواصلا مع الشعب في أيام الحرب، فما بالك في الأيام العادية. هذه هي النقاط التي يجب أن نركز عليها. سأعود لك سيد إبراهيم، ابقى معي. الرجال الوحيدين الذي هذه النقطة مهمة الذي يجب أن نعول عليهم هم في من هم على الأرض وفي الواجهة، مثل العرادة، مثل محافظ الجوف، مثل كثير من الرجال الذين يضحون بأموالهم وبأسرهم من أجل استعادة الشرعية، من أجل إنهاء الانقلاب. وهؤلاء رجال الدولة والسياسة والواقع الذي يجب أن نلتف حولهم كشعب، وهم قيادة المقاومة، ولا سقوط لهذا التحالف الخارجي ولا للانقلاب الداخلي إلا بمقاومة حقيقية لتنهي هذا الوضع وإقامة وعليه نعم. إذن ابقى معي سيد إبراهيم. أعود لضيفي المحلل السياسي الدكتور أحمد الدبعي. يعني دكتور أحمد، من المستفيد من تعطيل الحكومة وإدخالها هذه الدوامة؟ إضعاف الحكومة المستفيد منه الأطراف الخارجية حقيقة. هناك أطراف إقليمية وأطراف دولية تريد أن يكون الوضع في اليمن هش. أطراف دولية تريد أن تمول السلاح بحيث يصبح اليمن أو تصبح جماعة الحوثي مسيطرة هناك في شمال الشمال ومسيطرة وتخلق رعب إلى حد ما مع في الخليج، وتستمر أسلحة الغرب في التدفق للمنطقة وعقود الأسلحة. وأيضا القوى إقليمية في السعودية، يجب أن نحن لا نضع سرا هنا أن السعودية على تريد أن تأخذ بعض المناطق في حضرموت وفي المهرة والإمارات عينها على سقطرة ومناطق أخرى. فالتقت مصالح الدولتين في تقاسم المنطقة. هناك للأسف الشديد يحصل هذا التقاسم في ظل ضعف وهوان من القيادات اليمنية يعني في الممثلة في رئاسة الحكومة في رئاسة الجمهورية وما إلى ذلك. لذلك أنا أتفق مع الأخ القعطبي أن هناك يجب أن يكون هناك تعويل كبير على القيادات التي في الداخل الذي ذكر من بعض أسماء كالعرادة وغيرهم. هؤلاء الناس الذين يقودون المقاومة والملف اليمني هم القادة الحقيقيين للمعارك مع الحوثيين مع الانقلاب. لذلك يجب أن نعول عليهم، أن نشد على أكتافهم، أن نعتمد على أنفسنا في اليمن في التحرر الوطني وفي إعادة الوضع في اليمن إلى ما هو إلى وضع الدولة، لأن لا نعول على قوى خارجية أن تبني لنا دول. هذا هو الإشكال الحقيقي الآن في اليمن. نعم. ينتظرون أن تقوم السعودية والإمارات بتكوين اليمن الحديث يعني. نعم. هذا هراء الحقيقة. يجب أن نعول على أنفسنا، أن نعيد ترتيب أوراق الداخل، القيادة الرثة والقيادة ذات الأداء اللزج والمسخ يجب أن تستبعد ويجب أن يتجاوزها الزمن. نعم. لكن دكتور أحمد، في ظل هذه المعطيات وفي ظل هذا الانقسام، ما هو المتوقع في القادم؟ المتوقع في القادم القضية التي يقاوم هناك التي يقاوم الأبطال في الداخل من أجل تحقيق اليمن للجميع هي قضية إنسانية، قضية وطنية ستنتصر نهاية المطاف. نعم، ستكون هناك معاناة، لكن لأن مشروع المقاومة أو مشروع المناظرين في الداخل اليمني هو مشروع حياة، مشروع الحوثي هو مشروع موت. قد يحصل على سلاح هنا ويطور هناك، لكن في الأخير لن نجد لهذا المشروع الحياة. الشعب اليمني رفض الإمامة يعني في عام 1962 وقبرها. الآن يحاول الملك الحوثي وغيره للعودة إلى الواجهة من جديد. نعم، ستكون هناك إرهاصات ومتاعب كثيرة للشعب اليمني، لكن في نهاية المطاف لن يستقر لهم الحال، لأن ليس لهم أي حاضنة شعبية كبرى، بمعنى أنه غالبية الشعب اليمني ليست معهم. الآن يجبرون تلك المناطق الخاضعة للطاعة أو لدفع الإتاوات بقوة السلاح لا أقل ولا أكثر. إذا أردنا أن نخرج من هذه المعركة بانتصار، يجب أن كما قال الأخ القعطبي واتفق معه بأنه يجب التعويل على الداخل، ولكن هذا الداخل يحتاج أيضا إلى تنظيم، يحتاج إلى شبكة علاقات دولية جديدة مختلفة، يحتاج إلى رؤية، إلى استراتيجية. وعدم التعويل على
على الوهم أن هناك ستأتي دول تبني لنا باليمن وترتب صفوفنا. إذا لم نفعل ذلك بأنفسنا لن نخرج لبر الأمان. نعم، إذا وضحت الصورة دكتور أحمد الدباعي محلل سياسي، كنت معنا من أدنبرا، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. يعني سيد إبراهيم، هل من الممكن يعني سقوط هذه الحكومة و يعني تشكل حكومة جديدة في قادم الأيام، أم أن الأمر يعني من خلال هذه المعطيات ليس وارد؟ هي أصلاً حكومة ساقطة لأنها لا تستطيع القيام بأي من أدوارها كحكومة، يعني الوزراء لا يستطيعون تنفيذ أي شيء على الأرض بسبب تعنت المجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق الجنوب، وبسبب يعني أنه لا يوجد هناك دعم حقيقي لها من قبل هذا التحالف الذي يقول أنه أتى لليمن من أجل دعم الحكومة الشرعية ويعني تحرر. ما يجب أن نعول عليه، أنا في اعتقادي أنه المسألة ليست فقط في تغيير الحكومة أو أعضاء الحكومة، طالما والمسألة ما زالت كلها برمتها في أيدي التحالف السعودي الإماراتي، وأن رئيس الجمهورية ما زال خارج البلد والحكومة لا تستطيع التحرك من داخل البلد. احنا فقط سنعول على حكومة شرعية عندما تكون على الأرض، عندما يحميها جيشها الوطني، عندما يكون لها قرار مستقل، عندما يكون رئيس الجمهورية وكل الوزراء داخل البلد وينتقلون يتنقلون بحرية وينفذون أجهزة الشعب اليمني، حتى لو كان هناك تحالفا سعوديا إماراتيا لكنه يكون تحالفا نديا. نعم. ليس على حساب ومصلحة الشعب اليمني. هنا نعم. النقطة الحاسمة، أنا في اعتقادي تغيير ما تغيير كل هذا عبث وكل هذا وهم، لأن الآخر المحصلة في اليوم يجي لك في محافظة عدن ميليشيات من مجلس الانتقالي وسكرت على الحكومة كلها داخل مبنى. نعم. لا نستطيع التحرك بهذه الطريقة المجربة التي أصبحت فقط تدخلنا إلى مزيد من الانحدار نحو الأسوأ. نعم. نحن بحاجة إلى أولا تحرر القرار السياسي والسيادي اليمني وعودة الحكومة الشرعية إلى الداخل وفتح خطوط خارجية مع العالم الخارجي. للأسف الشديد التحالف هذا حتى يمنع الوزراء الذين لهم الصوت في استعادة الحكومة الشرعية ويتواصل مع الحكومة الخارجية لمنع إعطائهم فيز على أساس ما يروحوا يتكلموا العالم الخارجي. نحن بحاجة إلى تحرر حقيقي إذا أرادت الحكومة هذا ما تسمى بالحكومة الشرعية أن تصبح حكومة شرعية. أما غير ذلك فأنا في اعتقادي أنهم جزء من المشكلة التي نحن فيها. بقاء هذه الحكومة الشكلية الصورية التي لا تمتلك قرار إنما تؤخر عملية الحسم، إنما تؤخر عملية يعني اصطفاف وطني داخلي مقاوم للميليشيات. أشكرك. وهذه هي المشكلة والمعضلة التي نحن يجب أن نناقشها، يجب أن يكون هناك قرار سيادي مستقل قبل أن نتحدث على تغيير حكومة وتغيير وزراء وما غير. نعم أبقى. أشكرك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. ونكتفي مشاهدينا بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.